باشا، من المعاني اللي بنشوفها ضمن شهر رمضان الكريم هي ثقافة العطاء، وأكيد يمكن تتجسد بثقافة التطوع أكثر شيء بنشوفها. نحن ببداية الأزمة صرنا نشوف جمعيات كثير صارت على الأرض، هذا الإحساس إنه اليوم نحن مفروض نكون موجودين على الأرض حسيناه وشفناه، وخاصة هلا بشهر رمضان يعني بضمن الظروف اللي عم نعيشها. صحيح، وما في أحلى بهذا الشهر الكريم من إنه نحن نقدر نعطي من وقتنا ومن مهاراتنا وحتى يمكن من أموالنا. رح نحكي أكثر عن ثقافة التطوع والتعامل مع الآخر أكيد مع ضيفتنا لليوم الدكتورة رام عدنان زريق، سفيرة النوايا الحسنة للطفولة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. رمضان كريم. كريم عليكم وعلى الجميع. صباح الخير. صباح النور. كنا عم نقول انه نحن شهدنا ولادات لجمعيات تطوعيه، ان كان خيريه ان كان بكل الاتجاهات. اليوم ضمن هذا الشهر الكريم وضمن الظروف يلي عم نعيشها، قد ايه اليوم مهم تواجد هدول الجمعيات، وقد ايه مهم اليوم تعزيز نحن هذا الاحساس انه المفروض اليوم نحن ننزل نقدم ولو كان يعني ولو جزء من العمل يلي عم يصير على الارض. هلا نحن طبعا بشهر رمضان ممكن تزيد الحالة، أنا بعتبرها مو بس بشهر رمضان، المفروض يكون كل الأشهر وكل أشهر السنة نحن نكون في عنا هذا التكافل الاجتماعي، هو أخلاقيا هو اجتماعيا إنسانيا. هو دينيا إنسانيا، بيعطي هذا التعبير الإنساني اللي فيه. حبيت الشباب نحن عنا اليوم هاي المسؤولية الاجتماعية نطورها شوي، وهذا التكافل الاجتماعي أكيد بيزيد برمضان، بس نحن ماشيين كل السنة على هذا الموضوع. دعمي لفرق لشباب متطوعين هن ما عندهم شيء إلا هن يساعدوا الناس، فعلى هذا الأساس نحن ماشيين إنه ندعم هدول الشباب اللي عندهم هاي الحس الاجتماعي، هاي المسؤولية الاجتماعية، هذا التشابك بين المجتمع الأهلي والمؤسسات الحكومية. نحن هذا هدفنا اليوم كنوع من أنواع التكافل الاجتماعي. أكيد. أنشطة كثيرة دائما بتدعميها وبتكوني متواجدة فيها طيلة العام مثل ما ذكرتي، ولكن شهر رمضان له خصوصية معينة بتكون، أو يمكن بعد رمضان في أنشطة عم يتم التحضير إلى مو بس بالشام يمكن بالمحافظات السورية. أكيد، يعني دائما نحن أنا بروح دائما على الحاجة على الأرض، يعني أنا مو بس بدي أعمل فعالية لأظهر الشباب أو لا، أنا بمشي على الحاجة. نحن اليوم بحاجة للدعم كأمن غذائي، نحن اليوم بسبب ظروفنا الصعبة شوي وظروف المعيشة الصعبة شوي. فحاولت أني روح على سلة الغذائية قدمها إن شاء الله بشهر رمضان، بدأت فيها بمحافظة حمص، ونحن اليوم مستمرين هلأ بدمشق وريف دمشق، وحأمشي بكافة المحافظات. هلأ هذا هدفي اليوم برمضان، يعني شعور بس الشعور الإنساني تجاه الناس اللي هي عن جد بحاجة اليوم، فرحت أنا على سلة الغذائية هذا الشهر ان شاء الله. لمين هدول السلات اليمين اليوم عم يتم توجيههم؟ يعني عملتوا دراسه احصائيه؟ اكيد انا دائما عن طريق اي شو يعني خبرينا اكيد نحن هلا طبعا دائما التشابك مع وزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا مشكوره، بناخذ داتا ونحن بندرس ومنقيم على الارض. يعني في عندنا زيارات ميدانيه لنشوف وين المناطق اللي هي اشد حاجه، دائما بروح على اشد حاجه لحتى نقدم هذا الموضوع. فهو طبعا تقييم، هو زيارات ميدانيه، هو تشابك مع وزاره الشؤون الاجتماعيه العمل. نعم. كثير بنشوف فرق شغاله على ارض الواقع، هي بلشت ببدايه الحرب السوريه، ولكن يمكن شوي بنلاقي بعض الفرق وقفت، في فرق مستمره بعدها. برايك اليوم ثقافه التطوع بسوريا بدها شيء لتنضبط اكثر او تتغير او لتكون اكثر جدوى؟ اكيد، لانه نحن لسه عندنا الوعي للمسؤوليه الاجتماعيه لسه شوي بحاجه نحن لدعم اكثر. هلا طبعا برا بالدول الاوروبيه دائما الشركات الكبيره عندها جانب معين هو المسؤوليه الاجتماعيه، دائما هي نوع من انواع الماركتينج التسويق لهذا الموضوع، فبتقدم شيء. نحن لسه هي الشركات ما اخذت هذا الحس بالمسؤوليه الاجتماعيه، ففي فرق احيانا بتوقف بسبب وقف الدعم المادي. يعني نحن كمان اليوم انت هذول الشباب انت اذا ما قدمتي لهم الدعم المادي فهن ما لهم قدرانين يكملوا صح، او ما عندهم القدره لانه يكملوا. ففعلا في شباب وقفوا قدموا شوي ووقفوا. فبس هلا انا بشوف
هي الغيرية إنه أنا أشوف فرق ويروحوا شباب يعملوا نفس الشيء. أنا بتمنى هي الغيرية، ما لا هي ما لا غيرة، لا هي غيرية إنه بشوفوا شباب عم بيقدموا. دائما أنا بروح لهدول الشباب إنه ولو تقديم صغير، يعني دعم مادي صغير بيحسسهم إنه عم بيقدموا شيء لمجتمعهم، لناسهم، لأهلهم، لبيئتهم، للمنطقة المحيطة فيهم. عنا لسه بحاجة، بس طبعا احنا كتير تغيرت. يعني كانت من قبل ما عنا شيء اسمه مسؤولية اجتماعية، ما في، لأنه بالأساس ما في، لأنه كان بالأساس ما في. هلأ الظروف كمان، نحن ظروفنا بتحكم علينا نفكر بالآخر. يعني بالأخير نحن عاطفيين، الشعب السوري شعب عاطفي، بيقدر يوصل لهي المرحلة أنه أنا أحس باللي أمامي. فأنت بتقدمي له الدعم، أكيد هاي النسبة حتزيد، هي ما لا اكيد بالدرجه المطلوبه، ولكن اكيد نحن كل شيء بحاجه لوقت. صحيح. كل شيء بحاجه، لانك يعني دائما الثقافه والوعي بهي القصص لازم تكون مستمره. هلا طبعا اكيد وسائل الاعلام كثير مشكوره، المرئيه والبصريه، عم تحط الضوء او تلقي الضوء على هدول الجمعيات، هدول الفرق، عم تحسسهم انه انتم عم تعملوا شيء على الارض. يعني نحن هلا بخطوات ماشيين على هذا الاساس، انه هي فعلا زياده الوعي، وبيشوفوا الناس هي الفرق عم تشتغل على الارض، بيصير غيرهم بيتمنوا يعملوا نفس الشيء. فانا عن جد بدعي كل الفرق، كل الجمعيات تقوم بهذا الشيء. اكيد حكيتي نقطة كتير مهمة، هو الدعم الإعلامي. اليوم كتير مهم نحن دائما نسلط الأضواء على كل الفعاليات، ودائما هون يعني عنا بالإخبارية متواجدين معنا سواء بالستوديو أو خارجه. بس ولكن الفكرة في هو سلاح ذو حدين. اليوم عم يصير كمان شوي تنمر على السوشيال ميديا، أنه اللي بده يعمل خير ما في داعي للصور، يعني بالبونت العريض مثل ما بيقولوا. ولكن نحن عم نحكي بهذا الموضوع من باب تعزيز الغيرة. تمام. اليوم وقت اللي أنا بشوفك أنت، يعني خليني ولو من باب الغيرة أنه أنا بدي ساوي مثلك وأقدم هذا الخير حتى ولو من باب الغيرة، فأنا اليوم قادرة أني قدرت تحركيني. صح. كنتوا تروحتوا شوي عن موضوع السلة الغذائية، واتجهتوا دائما عندكم اهتمامات بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كان عندكم فعالية أنت صديقي لأطفال متلازمة داون. خبرينا عن الفعالية، وقد اليوم المهم نحن ما نضل باتجاه واحد ومنظور واحد ونروح لكل الاحتياجات. طبعا يعني عملي أو جهتي هي للأطفال، دائما 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 للأطفال. مهرجان أنت صديقي كان له وقع كتير كبير على الأرض. حلو الاسم. عن جد هو يعني انت ما بتتخيلي الفرحه كانت بعيون هدول الاطفال، لانه هدول الاطفال عندهم الحنان مفرط، هو ما له حنان هيك طبيعي. فانت وقت عم تقدمي لهم شيء، انت عم يعني الاهتمام شوي عن الاطفال الطبيعيين. مهرجان انت صديقي كان في تميز شوي فيه، لاني انا دمجت بين المؤسسات الغرف المصادر بالمدارس الحكوميه وبين جميع الاطفال اللي موجودين بالجمعيات، الجمعيات الموجودة بدمشق وريف دمشق. هذا الدمج كان كتير كبير، أول مرة بيصير إنه دعوة للجمعيات وكل الجمعيات لبت الدعوة. حلو. إجت بطريقة كتير حلوة، اندمجوا هدول الأطفال مع بعضهم. يعني أنا كنا نحن كلنا كل ساعة ونص عم بستقبل جمعيتين ثلاثة، عم نقوم بنفس النشاط ونفس السكشنات اللي موجودة لكل الجمعيات على مدار يومين، من الساعة 9 الصبح تقريبا للساعة 6 مساء. كانت بشبيليا بشيراتون، فندق شيراتون. كانت رائعة، حركة كتير حلوة، كانت مميزة شوي. حاولت ادمج الوزارات، يعني كانت وزارة التربية مشكورة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كانوا كلهم، وزارة السياحة. حلو. كان في هذا الدمج، أنا هذا اللي بحبه، هي التشابكية بين الجمعيات، بين المؤسسات الحكومية، بين الشباب المتطوعين. هذا الدمج نحن اللي بحاجته، فحبيت أبرز هاي الصورة بمهرجان أنت صديقي. عم نشوفك شوية مع فريق طبعا عطاء التطوعي، كانوا كمان مشكورين، كانوا شباب رائعين، قدموا كتير كتير شيء حلو. اليوم المهم بعد هذا المهرجان هو الاستمرارية. اليوم نحن ما بدنا اليوم نكون معه هون كرمال نساوي هذا المهرجان. صح. كثير حلو نحن نضل على مستوى الدعم وعلى مستوى الاستمرارية نفسها، لنضل عاملين نفس هاي الفرحة. يمكن اليوم بسم الطفل لحالة بتكفيكي. صح،
نحن ماشيين على التنمية المستدامة، أنه أنا ما تكون فعالية وتمشي، لا أنا دائماً على تواصل معهم. بعد طبعاً مهرجان أنت صديقي بدأت أنا بزيارة الجمعيات اللي هي فعلاً إجت لعنا وقدمت لشوف الوضع الحالي تبع الجمعية، نقدم لهم دعم نفسي، دعم مادي، أي دعم هنا بحاجتهم لهذه الجمعيات. فهذا العمل لازم يكون مستمر أكيد في التنمية المستدامة إن شاء الله يا رب. ونحن دائماً بنعرف أنه نشاطاتكم ما بتوقف على مناسبة معينة أو فترة معينة، هي دائماً مستمرة. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا الدكتورة راما عدنان الزريق، سفيرة النوايا الحسنة للطفولة. شكراً كثير. شكراً دكتورة لحضورك، ودائماً النوايا هي أهم شيء بحياتنا أكيد. ودائماً العمل الإنساني هو واجب صح. كل حدا فينا، كل حدا من الموقع، خلينا نقول من حسب إمكانياته يعني صح. أي حسب الظروف وحسب الإمكانيات، أي شيء هلأ بيتقدم فهو إله وقع على المجتمع وعلى نفسية الشخص أكيد. دكتورة شكراً، ورمضان كريم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.